وأخيراً ارتفاعات على درجات الحرارة وتفاصيل الأحوال الجوية في اليوم 15 و16 من شهر رمضان المبارك، وإلى التفاصيل. ابتداء من هاي الليلة الأجواء بشكل عام مستقرة ولكن مائلة للبرودة في معظم مناطق المملكة. الأجواء مناسبة للناس اللي بتفكر أنها تطلع تفطر برا، أو حتى أنها عم بتفكر تطلع تعمل أي من الأنشطة الخارجية بعد الفطور أو حتى في أوقات السحور. أما فيما يخص يوم الغد ويوم الأربعاء، متوقع أنه يكون في ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، وأيضا متوقع أنها تكون أقرب إلى الدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. وللناس اللي حابة تعمل أي من الأنشطة الخارجية خلال وقت الإفطار مع يوم الغد، فأيضا الأجواء راح تكون مناسبة جدا. حتى الرياح متوقع أنها تكون خفيفة إلى معتدلة، ولكن في بعض المناطق الجنوبية ممكن يكون في بعض الأهبات النشطة، ولكن بغير هيك الأجواء جدا مناسبة. نتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي، وإذا عندكم أي من الأسئلة ممكن تكتبونها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. إلى اللقاء.